السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في فيديو جديد. في الأول لازم نصلي على حبيبنا ورسولنا محمد، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض طريقة سحب السوفت الأصلي للرسيفر عن طريق الفلاشة، وكمان هنشوف الحل بالنسبة للناس اللي بتشترك في سيرفر الجوسات وبيجوا يفعلوا السيرفر وكمان بيكون النت واصل للرسيفر لكن بيكون القنوات مش شغالة. فالنهاردة ان شاء الله الفيديو هيكون سهل وبسيط وهيفيد اكتر بالنسبة للناس اللي مبتدئين او بالنسبة للناس الغير فنيين، لان طبعا الخطوات ديت اي فني بيكون عارفها. لكن قبل ما نروح للشرح ياريت تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتخليك معانا. طبعا في انواع من السيرفرات لما بنحب نشترك فيها لازم نحمل للرسيفر بتاعنا سوفت تحويل، وليكن مثلا انا عاوز اشترك في سيرفر الجوسات والرسيفر اللي عندي مش موجود عليه ايقونه الجوسات، فبضطر ان انا احمل سوفت تحويل او ملف تحويل للرسيفر عشان يظهر عندي ايقونه الجوسات. طبعا اهم خطوه قبل ما نحمل ملف التحويل ان احنا بنسحب نسخه من السوفت الاصلي للجهاز. وبنسحب نسخه من السوفت الاصلي للجهاز ليه؟ لان لو حصل مشكلة في الملف او الملف مش مناسب للرسيفر بتاعنا، او لو انت حبيت في يوم مثلا انك ترجع للسوفت الاصلي انك بتحتاج السوفت الاصلي تاني، فبالتالي لو انت خدت نسخة من السوفت وعنده عندك بيفيدك في اي وقت تاني. طيب بنيجي نقول للناس اسحب نسخة من السوفت الاصلي، فالناس بتيجي تقول ان احنا ما بنعرفش، مع ان الطريقة سهلة وبسيطة. فاول حاجة هنعملها هنسحب نسخة من السوفت الاصلي ونسخة من ملف القنوات. طيب اول حاجة هنعمل ايه؟ اول حاجة هندوس منيو، وبعد كده هندخل على كلمة الضبط، هننزل على كلمة تحديث، بعد كده عندنا تحديث البطاقة USB هنضغط على اوكي. طيب في الحالة ديت بكون جايب فلاشة USB ومركبها في الرسيفر. طيب انا بعد ما فتحت الصفحة ديت ظهر عندي مكتوب عندي تحت سيف فلاش وجنبه اللون الاخضر، وفي حاجة تانية مكتوب حفظ الديسك ومكتوب اللون الازرق. طيب لو انا عاوز اخد نسخة من السوفت الاصلي هعمل ايه؟ هدوس على اللون الاخضر بالشكل ده كده، قال لي حفظ البيانات. طيب لو انا جيت اخش على الديسك كده جوه هلاقي كلمة فلاش PIN. طيب يبقى ده كده اخدت نسخة من الفلاش، يعني كلمة فلاش فايل ديت النسخة الاصلية للجهاز. طيب لو انا عاوز اخد نسخة من ملف القنوات، وليكن مثلا انا اخدت مش محتاج مثلا نسخة من الرسيفر، نسخة من السوفت الاصلي للرسيفر، لكن محتاج الملف القنوات لاني مثلا مرتبه بنفسي او مرتبه بطريقة عجباني، هعمل ايه؟ هرجع ورا كده وبقولك حفظ الديسك، هدوس على اللون الازرق، قالك حفظ البيانات، هلاقي عندي ملف ظهر عندي على الفلاشة مكتوب DB، يبقى هو ده ملف القنوات اللي انا سحبته من على الرسيفر. بعد ما بحمل ملف التحويل او سوفت التحويل بحمله للرسيفر، عندي اهوت ظهر عندي DB بتاع ملف القنوات، DB ده هو ملف القنوات والفلاش فايل هو ده السوفت الاصلي للجهاز، بحفظهم عندي عشان لو حبيت اضيف اي واحد منهم اضيفه. طيب ده بالنسبه لملف سحب الملف القنوات وسحب السوفت الاصلي للجهاز. طيب افرض انا عندي سيرفر مثلا وليكن سيرفر الجوسات وعملت اضافه للكود بتاعه والكود اداني تاريخ وكل حاجه، جيت ان انا اشغل اي قنوات القنوات ما اشتغلتش على الرغم ان انا موصل نت وعلى الرغم ان السيرفر نفسه اداني تاريخ. طيب في الحاله دي اول حاجه بفكر فيها ان انا بغير اعدادات الانترنت او DNS. طيب بغيرها ازاي؟ بدخل على الضبط وبعد كده بدخل على اعدادات الانترنت، بنزل على كلمه الاعدادات واضغط اوكي، بقول لي برجاء الانتظار، بختار الشبكه بتاعتي عادي خالص وبنزل على كلمه الرابط، بدوس كمان ضغطه لتحت بالزرار اللي بيقلب القنوات عشان اجيب كلمه اكثر، بقف على كلمه اكثر واضغط اوكي، بنزل على اخر حاجه تحت خالص مكتوب عندي كلمه الي وعليها وصدها علامه الصح، بشيل علامه الصح كده انا بضغط اوكي بلاقي علامه الصح اتشالت، وبعد كده بنزل على الرقم اللي تحت اللي هو مكتوب فيه 192 ده بدوس عليه اوكي، وبعد كده بكتب 008 008 008 008 وبعد كده بدوس اوكي بلاقيها 4 8، بعد كده بدوس على كلمه الرابط. وبالطريقه دي كده هتلاقي القنوات اشتغلت معاك. النهارده كده احنا استفدنا ايه؟ احنا استفدنا حاجتين،
استفدنا ان احنا لازم ناخد نسخة من السوفت الاصلي او ملف القنوات قبل ما نحمل اي ملف تحويل، لازم ناخد نسخة من السوفت الاصلي عشان ممكن يكون السوفت اللي احنا بنحمله فيه مشاكل او مش متناسب مع الريسيفر بتاعنا، وبالتالي هنحتاج السوفت الاصلي على حصلت اي مشكلة عشان نرجع الريسيفر تاني يشتغل. طيب تاني حاجة عملنا فيها ايه، او تاني حاجة استفدناها ايه؟ تاني حاجة استفدناها ان لما احنا نضيف اي سيرفر، او حتى لو احنا عندنا سيرفر الدوكيو كامل اللي هو المجاني الموجود على الريسيفر، سواء السيرفر المجاني سواء سيرفر الجوسات سواء اي سيرفر، وضفت السيرفر والسيرفر اداني تاريخ وما اشتغلش، اول حاجة بعملها بغير الاعدادات الانترنت او الدي ان اس بتاعت الانترنت، بنزل على الاعدادات وبدوس على كلمة اكثر، وبنزل على اخر حاجة خالص بخليها 4 8، وبعد كده بضغط اوكي بلاقي القناة اشتغلت معايا. اتمنى الكل يكون استفاد من الفيديو، واتمنى الكل يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.